القانون اللي هو الرصاص ده القانون، هذا هو القانون والعدل اللي بيحصل في مطرية. ما يرضيش حد، ما يرضيش ربنا في اي مكان. انتوا مسؤولين عن ده. مطرية ترجع زي ما كانت، ترجع زي ما كانت. نشوف الكلام ده، داخلية تعود قوية. ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى؟ انا معرفش. ما ينفعش، ما تحصلش في مصر على فكرة، ما حصلش قبل كده، ما حصلش. ارجعوا بالتاريخ. في واحد اسمه عزت حنفي، جاتني دلوقتي الفكرة دي، كان في جزيرة النخيلة في أسيوط. عملت ايه الداخلية؟ عملت ايه؟ عزت ده كان جبروت، جبروت، وكان معاه 200 واحد مسلحين. داخلية راحت حاصرت جزيرة النخيلة يومين، مسحت النخيلة باللي فيها وتعدم عزت حنفي. هو ده، دي الدولة لازم تكون كده. الدولة ده اللي انا اعرفه في البلد، انك تبقى كده، تبقى قوي. انزل دق المطرية، دق الارهابيين في المطرية. هنفضل لامتى؟ هنفضل لامتى؟ ناس بتتقتل بايد الارهاب. يعني ايه الارهاب يفضل كده؟ لان انت من اول عملت جماعه ارهابيه ما طبقتش القانون صح. ارهابيين موجودين في الشارع وسايبهم، مسلحين في الشارع وسايبهم، بيخطفوا الناس وبيذبحوهم وسايبهم، كل ده وسايبه. والاحكام لسه بدري، لسه بدري، لسه بدري، لسه بدري. ايه يا جماعه؟ دولة القانون. ضرب رصاص على قطار في شمالوط طبعا يرجع للشغل الميليشيا اللي كانت قبل كده. ميليشيا التسعينات هي دي، ضرب القطارات والمراكب النيلية. يعمل لك، هيعطل لك الدنيا، هيعطل لك الدنيا. ليه؟ سويداء القلب. قالها زكي بدر، سويداء القلب. اضرب وتوكل على الله، اضرب يا سيدي وما تخافش. ده بيدمر لك اقتصادك، ده بيدمر لك المؤتمر على فكره. مش عايز مؤتمر، ولو ما اتعملش مؤتمر مش عايز اقول الكلمه. هو بيعمل كده دلوقتي، يوقع لك الدنيا. يعني يعني ايه شويه ارهابيين يوقعوا؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ في دوله ولا لا؟ في دوله. غيروا السياسه اللي موجوده دي، غيروا سياسه الطبطبه. انا بقول اهو، غيروا سياسه الطبطبه، ويكون الكلام واضح للدنيا كلها. تغيير استراتيجيه المواجهه، استراتيجيه المواجهه تتوجه من دلوقتي بشكل تاني. قواعد اللعبه تتغير في الكلام، في الحوارات، في التصريحات، في الكلام الفارغ، في الطبطبه. مش عايز اسمع الطبطبه دي.